22 دقيقة تسمعوا في زوم 73 حتى نص نهار، البرنامج اللي يهتم بالأخبار الجهوية في جهة الساحل سوسة المستير والمهدية. باش نسكم للقلعة الكبرى، والقلعة الكبرى وقت نحكيه على نداء استغاثة وناس قاعدة بالحق صيحة فزع في المنطقة هذية تحديدا. باش نحكيه على شارع صلاح الدين بوشوشة في القلعة الكبيرة، اللي سكان المنطقة هذية ولو متقلقين ولو خايفين على حياتهم وحياة عائلتهم، وحتى باش يحكيوا معنا في ديريكت ويقولوا لنا شنو صاير في المنطقة، خايفين باش يوصلوا أصواتهم، ولكن احكينا مع بعضهم وخدينا شهادات منهم. أما باش نسمعوا تصريح أحد المواطنين اللي ما حابش يقول الهوية متاعه، خايف على روحه وعلى عائلته. خنسمعوا شنو صاير في نهج صلاح الدين بوشوشة بالقلعة الكبيرة ونرجع للتعليق. يعني من القلعة الكبيرة حبيت نحكي على موضوع مهم، خاصة في شارع صلاح الدين بوشوشة دويرة معروفة، اللي هو يعني الشباب والمخدرات صفة رهيبة. قاعدين نخسروا شباب معناها كل 6 شهرين معناها يموتون الصغير، وبعد نجموا نمشيوا حتى في الطريق، معناها معرضين للحوادث، معرضين لكل شيء، معرضين نخسر ولا في عصابة، معناها بالمجموعات قاعدين نبيعوا في الدين، ما عادش نجموا حتى نحس قبل الليل، برشا حس ما عادش ترقد. اتصلنا من السلطات في القلعة، ما بالعكس معناها وصلنا تهديدات الناس اللي قاعدة تحاول انها تصلح الوضع ولا حاجه كما كان، وتهو انا ما عادش ولا الناس كلها على حسابنا، ما عادش لاقيين حل، مزادين نلقاو حل مزادين توصلنا صوت، وتهو ان شاء الله تحل المشكل، وعلى الاقل نشوفوا شبابنا على الاقل ما يعمل في حاجه، بلاش ضايع غار بيع في الزبده وبيع في الشراب. والمشكل الوحيد اللي احنا ولينا عايشين في الصرف، هذيك اكبر مشكله ولينا حاسين بها. جاني واحد من الناس طريف يضربني واحد سكران امبارح ويجي بموبيلات، يجيو في الجري الجنوني، معناها مش حاجه عاديه. هذه تصريح المواطن من القلعة الكبيرة اللي أعطانا تفاصيل اللي صاير في المنطقة هذه. نحكي تحديدا كيف ما قلت صلاح الدين بوشوشة في القلعة الكبيرة، نهج هذية لأهالي المنطقة واليوم متقلقين. باش نقول لكم حسب ما حكيت مع بعض الأهالي شنو اللي يصير بالضبط في الليل. فما برشا شبان يخرجوا بالموتورات، يخرجوا، فما بركاجات قاعدة تصير، فما مخدرات قاعدة تتباع قدام الديار على عينين الناس الكل، وفما زادة بعض المنحرفين اللي قاعدين يشربوا في المنطقه دي، فما بيع للمشروبات الكحوليه كلام زايد، وانتم ما تعرفوا هل المظاهر هذيه شنو ينجر عنها من بعد. اذا فما حتى حاجات لا اخلاقيه تصير في البلاصه هذيه، والعبيد الناس الكل مسكرين على ديارهم يتفرجوا من شبابك على خاطرهم يخافوا على رواحهم وعلى عائلتهم، ما ينجموش يخرجوا للمنحرفين. هذيه الحكايه هذيه قاعده تصير اكثر من مره في المنطقه هذيه، ونحكيوا مشكل في النهج هذيه، ولكنهم يدوروا اكثر من مره في القلعه الكبيرة. صيحة الفزع جينا من المواطنين في نهج هدية ويقولون بربي وصلونا أصواتنا للسلطة المعنية. هدية لفت نظر للسلطة المعنية المحلية في جهة القلعة الكبيرة تتحرك شوية في نهج هدية، على خطر العبيد قاعدين يعيشوا في برشا رعب، خاصة في الويكاند سندي ديمانش، راهو الحركية غير عادية في المنطقة هذه، وصاروا برشا تجاوزات وبرشا منحرفين كانوا موجودين في المنطقة هدية في عطلة العيدة الأربع أيام هذوما. الناس اللي في النهج هذية عانيوا برشا، اللي يتكلم وإلا اللي يحاول باش يبعد المنحرفين هذية يوصلوه تهديدات منهم، تهديدات معناتها مختلفة. دونك نجموا تستجوبوا أهالي المنطقة ويقولوا لكم شنو نوع التهديدات اللي قاعدة توصلهم. احنا فقط حابين أن نوصلوا أصواتهم اليوم للجهات المختصة، تحديدا الوحدة الأمنية في القلعة الصغيرة، في القلعة الكبيرة عفوا، معتمد الجهة السلطة المحلية. بربي شوفوا الناس اللي ساكنين في نهج صلاح الدين بوشوشة من معتمدية القلعة الكبرى يستغيثوا، ومش واحد فقط اتصل بنا، هو واحد فقط اللي نجمنا نسجلوا معاه وكان خايف، ولكن زادة راهم برشا ناس من المنطقة هذية كلمونا وما يحبوش يظهروا في الصورة على خاطرهم خايفين من المنحرفين بسبب تهديدات اللي وصلتهم. الحادثة هذية ماهيش فقط في القلعة الكبيرة، برشا نشوفوا فيها المظاهر هذية بتاع نبيع مخدرات علنا، ما عادش خلصة بيعان المخدرات مش كان في سوسة، في تونس الكل، أما نحكي وتحديدا في سوسة، فما برشا أنهج وبرشا مناطق لهنا اللي ما تنجمش تتعدى فيهم بعد ما تظلم الدنيا بشوية، وحتى في النهار ما تنجمش تتعدى فيهم. فما بيعان للمخدرات، فما زطلة قاعدة يتكيفوا فيها تحت الحيوط، فما مشروبات كحولية زادة كيف كيف قاعدة تتباع
خلصة، هي نقولوا بين قوسين خلصة كل شيء ولا على عينك يا تاجر توا. ونحكي وزاد على مظاهر انحراف وقت اللي يكون فما برشا تحرش، حتى تحرش لفظي بالنساء والبنات اللي تعديوا في المناطق هذه، ما عادش نجموا دايوغ النساء والبنات يتعديوا في برشا بقايا على هنا في سوسة، ولاو يخافوا حتى الرجال زاد ولات تخاف من البراكاجات، مش خوفا من المنحرف ولكن من تأثير المخدر على المنحرف، على خاطر اللي قاعدين يقوموا بالأعمال هذه ما همش في حالتهم الطبيعية. دونك بربي الوحدة الأمنية في القلعة الكبيرة تمشي للنهج هذية وتشوف في الليل شنو قاعد يصير باش نحميو هالمواطنين اللي كيف ما قلت أطلقوا صيحة فزع بسبب هالحوادث والمنحرفين اللي قاعدين يدوروا في المنطقة نتاعهم، مع زادة تكاثر ظاهرة السرقة في القلعة الكبيرة. برشا ناس ديارهم تسرقت، فما اللي تسرقوا لهم الفسبة نتاعهم، فما اللي تسرقوا لهم المحلات نتاعهم. دونك شوية هكا عناية بالمنطقة هذية باش العباد تحس رواحها على قليلة عايشة في أمان. 11:27 دقيقة موجز الأخبار مع السوار بن حميدة، وراجعين كملوا معاكم زوم 73 حتى نص نهار.